تركيا في دقيقة. مصادر خاصة تكشف أنه جرى الانتهاء من مرحلة مهمة في وحدة الطاقة الثانية الخاصة بالمفاعل النووي التركي أكويو، شملت تنفيذ أعمال التجميع للطبقة الأولى من مبنى الحماية الداخلي للمفاعل. الرئاسة التركية تكشف عزم البلاد إطلاق أول قمر اتصال فضائي بإمكانات محلية كاملة في 2022. الرئيس أردوغان يؤكد أن البلاد تمكنت من استعادة 4440 قطعة أثرية خلال السنوات الماضية. امتلاك العقارية في تركيا، خلاصة المشاريع بين يدي. وزير التعليم التركي يشير أن الفصل الدراسي الثاني من العام 2020-2021 سيبدأ يوم الاثنين 15 من فبراير القادم. لندن وأنقرة توقعان اليوم اتفاقية التجارة الحرة بينهما، والتي ستضمن تبادل البضائع التجارية بين البلدين دون تعريفات أو ضرائب جمركية. تركيا في دقيقة.